أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، في يوم جديد، في موقع جديد، في إشارات جديدة. تمام، ها نحن موقعنا اليوم يا أخوان. تعدد الجرون وتعدد الأمور اللي بتخربط، دائما بتخربط الناس الباحثين. تمام، لا نحن فوق صخرة يا أخوان، صخرة بسيطة جدا، ماشي، يعني كلها على بعضها ما بتجيش أكثر من، خلينا نحكي، مترين ونص في مترين ونص. تمام، لكن خلينا نشوف مع بعض. دقيقة، اللي راح نشوفه عندي في المكان هذا جرن وجرن 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 جرن 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 جرن. طبعا هذا ران، هذا يا اخوان ران مفتوح. تمام، شوفوا كيف الجرون جاية. تمام، هنعذرونا على الهواء، مع انه نستخدم السماعة الجديدة، لكن اعذرونا على الهواء يا اخوان. المنطقة شوي صارت برد، خلاص هاي جاكيت لبسنا صارت برد وبلاوي. هسا عندنا هذا الران، شايفينه؟ طبعا هذا ران مفتوح يا اخوان، زي ما احنا شايفينه ران مفتوح، شايفينه كيف؟ اجى على الصخرة زي ما هي، صخرة مسكرة، لكن اللي اشتغلها اشتغلها معلم عارف شو بيسوي، اشتغل على الران هذا. لكن شو في عندنا على الصخرة هاي؟ عندنا جرن بير يا اخوان، هذا جرن بير. عندنا داخل البير في قبر. ليش داخل البير في قبر؟ لانه ملاصق طبعا اثنين لبعض هذول، وداخل البير ايضا في قبر ثاني. تمام، عندنا جرن داخل جرن، هذا جرن داخله جرن، اذا في مغارة عندي او بير او الى اخره، داخله غرفة. عندنا الجرن الرئيسي للبير، هذا هو عشان نعرف احنا وين البير اللي احنا قاعدين بنحكي عنه. طبعا انسوا الران، خلاص هذا الران طالع. تمام، الان في عندي جرن البير اللي حكينا عنه، هاي نحط ايدي، هاي شبر وهالقد، مع اتجاه يا اخوان، شايفين هذا اتجاه، هيو ماشي. الاتجاه هذا وين بده يبعتني؟ بده يبعتني على الجرن هذا، شايفينه؟ شايفين كيف جاي؟ طبعا هذا متوقع انه كان يعني جرن مسكر يا اخوان، هذا متوقع انه كان جرن مسكر مش مفتوح. تمام، ليش؟ هاي الحواف تبعته شايفينها كيف؟ كان جرن مسكر انفتح اعطانا اتجاه يا اخوان، الاتجاه تبعنا هذا هو. اذا في عندنا بير في المنطقة هاي، هون في المنطقة هاي في بير عندنا، ماشي. خلينا اورجيكم الران كيف بيكون بالضبط يا اخوان. طبعا هسه احنا حكينا انه عندنا بير تكنيزي داخله قبرين مع اتجاه واحد اثنين ثلاثة، الاتجاه الثالث يعني اتجاه واحد اتجاه اثنين اتجاه ثلاثة، ومكان البير هناك، ماشي. معلش اعذرونا على التأخير في التصوير. هذا هو الران يا اخوان، شايفينه؟ شايفين الحفة اللي مكسرة؟ هاي هي الحفة اللي مكسرة يا اخوان، هذا كان مسكر كامل بطينة الحكمة. تمام، شوفوا كيف من جوا، شايفينه؟ شايفين التلييس كيف للران؟ هذا كله تلييس يا اخوان بالايد، يعني مشغول بالايد هذا كلياته، شايفين؟ التنفيسة تبعته جاية من هون، هاي التنفيسة تبعته يا اخوان، شايفينها؟ هاي التنفيسة تبعته، عشان نقول مندور على التنفيسة، هاي التنفيسة تبعته. تمام، مش صعب، سهل، ماشي. ماخذين من المنطقة هاي، مفروض انه التنفيسة هاي تتنفس لهون من الجرن هذا، تتنفس التنفيسة هاي بفتح الران. الان اللي مكسره احتمال حاط عليه عجل كوشوك، احتمال حاط عليه اشي، لكن مكسره وشغال فيه صح. طيب شو بيجي عندنا جنب الران هذا مع الاتجاه اللي موجود؟ هذا الاتجاه
معنا هذا الجرن. الجرن هذا بيدل على مغارة، تمام. المغارة معها سيال، السيال بيتجه هون. طبعا المحفر هون شغال، شغال مظبوط 100% يا اخوان. في المنطقة هاي الحفر تبعنا في لجف تحت الصخرة، تحت الصخرة في لجف عندنا هون، تمام. الان راح نشوف هاي، شايفينها هاي، احتمال انها تكون ران. طبعا احنا في المنطقة اللي حكينا عنها قبل هالمرة، منطقة الرانات يا اخوان اللي فيها 200 ران، ذكرتوها اللي فيها 200 ران، تمام. هاي المنطقة نفسها لكن بعيدة عنها تقريبا 100 متر. هاي شوفوها هاي، لو الدنيا نهار لسه ببين احسن. شايفين الران، ها الران، وهي حز الران، تمام. وهي التنفيسة تبعته في المنطقة هاي، تنفيسه هون موجودة، بيتنفس هذا الران وبفتح مثله مثل الجرن اللي شفناه قبل شوي يا اخوان، تمام. هاي بوابة، تمام. هاي بوابة يا اخوان، شايفينها هاي بوابة. طبعا البوابة احنا لو نظفنا، لو نظفنا شوي من هون من تحت، لو نظفنا شوي راح يبين معنا اشارة اللجف اللي حكينا عنها، نص جرن ماشي او جرن مستطيل ناقص ضلع، تمام. هاي طينة الحكمة زي ما عادل ورجانا اياها، تليسة كاملة تليسة كاملة. طبعا هذا شو بدل؟ بدل على الجرن اللي هو جرن المغارة، لكن يا اخوان التسكيرة تبعته تسكيرة يعني 100%. هاي زي ما احنا شايفين التسكيرة تبعته تسكيرة 100%. يعني ليش كانوا يسكروا على اشي زي هيك؟ لما بكون تكنيزي، لما بكون الوضع 100% يا اخوان بسكروا عليه بهاي الطريقة، تمام. بيكون صعب ان احنا نيجي نفتحها الا بده يكون بدنا نشتغل على هيلتي وبدنا نشتغل على كذا وكذا وكذا عشان نقدر نفتح. لا دائما بنحكي انه احنا بنلجف من تحت الصخرة، يعني بننزل من تحت الصخرة لجف احسن، بيكون افضل. لكن التكنيز مبين عندنا، تمام. وجرن ال شو اسمه الران مبين عندنا، تمام. يعني مبين عندنا احنا التكنيز كامل، والران اللي طالع من المنطقة برضو مبين عندنا، هذا هو ماشي. وعندنا هاي خزق هيلتي يا اخوان، هذا خزق هيلتي اللي باقي هون، باقي روين بدور على الرانات بهيلتي صغير، شايفينه هذا خزق هيلتي هاي، تمام. باقي يدور على الرانات هون معاه هيلتي صغير، تمام. هاي اشارة لجف، لكن اشارة اللجف هون راح تنزل وراح تسكر معاكو صخرة. في هاي الاشارة اللجف راح تنزل وراح تسكر معاكو صخرة، عشان هيك راح تنزلوا من تحت. شوف فيها كمان هاي اشارات، هاي اشارة المغارة، في لجف بس راح تسكر معاك صخرة، وممكن تكون فاتحة. هاي إشارة المغارة يا إخوان زي ما حكينا عنها قبل هالمرة، الجرن اللي عامل مثل هيك، تمام. من هون مفتوح، من هون مسكر، تمام. إشارة المغارة اللي أسفل الصخرة هاي، حلوة إشاراتها هاي الصخرة. لكن إشارات يعني كثير، لما تكون إشارات كثير زي هيك بتكون إشارات تمويهية، يعني بيجي عنا الران، بيجي عنا اللهم صل على سيدنا محمد، البير، اتجاه بير ثاني، اتجاه بير ثالث لمنطقة فيها بير مي. مع انه يا اخوان يعني خلينا نحكي البير ما لهش علاقة، لازم ما يكونش له علاقة في المغارة اللي تحته. في تحته مغارة، مفروض انه ما يكونش له علاقة في المغارة اللي تحته يا اخوان. زي ما انتم شايفين قص، راح تشتغلوا هنا منطقة اللجف هاي، راح تسكر معاكم الصخرة هاي، راح تقولوا في شيء، راح تنزلوا تحت، تبلشوا من تحت، راح تفتح معاكم مغارة كبيرة. طيب لو فحصنا المغارة هاي، لو اجينا فحصنا المغارة وشفنا حدود المغارة هاي، تمام.
خلينا نتفرج مع سوا كيف بنقدر ناخذ المغارة. الآن هاي الإشارة هناك، الإشارة هي هون. الآن بدي أشتغل بعيد عن الإشارة على الأقل، على الأقل 15-17 متر على الأقل، تمام. طبعا هاي كمان إشارة لنفس البير، اتجاه لنفس البير اللي رايح هناك. هسا نمسك السيخ، نشتغل على السيخ، تمام. هاي هيك، هاي أنا شغال على السيخ هسا. الآن عندي تسكيرة مغارة، هاي تسكيرة المغارة من هون. الآن زي ما قلنا احنا نمشي خطوة واحدة، ماشي خطوة صغيرة وبنكمل. هسا نشوف البوابة وين صارت، تمام. طلع لوحد الحد وين. الآن تسكيرة البوابة مع الحز هذا. إذا هاي الصخرة، هاي الصخرة الكبيرة عبارة عن مدخل كامل، يعني هاي عبارة عن مدخل كامل. طب خلينا نأخذها من الاتجاه هذا ونيجي هيك، أو من الاتجاه هذا ونيجي هيك. خلينا نأخذ من هذا الاتجاه. منطقة كثير فيها إشارات، كثير فيها رانات، كثير فيها قصص سواليف، يعني منطقة مخيفة، تمام. هي أخذنا السيخ، بدنا نأخذ عرض المغارة اللي موجودة، تمام. متوقعش إنها كبيرة يعني المغارة، لكن تسكرتها تكنيزية يا إخوان، تمام. الآن ما سكرت معي، إذا أنا داخل فراغ. الآن أنا داخل فراغ، الآن بدي أدور على تسكيرة الفراغ. هاي تسكيرة الفراغ لأنه فيها هوا شوي. هاي تسكيرة الفراغ يا إخوان في المنطقة هاي، يعني شايفين البوابة وين؟ طلع وين تسكيرة الفراغ. الآن بدي أدخل من نفس الفراغ وأشوف التسكيرة من الجهة الثانية وين صارت. نحكي عن مغارة هيك، لا كبيرة المغارة، حلوة. هنا أنا شغال هسا على تسكيرة المغارة، جاي المغارة بالطول يا إخوان. هاي تسكيرتها هون في المنطقة هاي، صارت في عندنا مساحة كبيرة، لكن بالعرض، العرض بسيط مش كثير، يعني خلينا نحكي عرض 6 متر ب 13 متر تقريبا طول. مغارة كبيرة يا إخوان، مغارة تكنيزية، تكنيزية. هسا تقول لي طب أنت كل مرة بتطلع على منطقة تكنيزية يا إخوان، أنا صار لي 4 ساعات بلف هون في الجبل هذا، تمام. 4 ساعات وأنا بلف في الجبل عشان ألاقي زي هيك موقع، ماشي. هاي المغارة تكنيزية وإلها، إلها ران بالخارج هون موجود، هذا بس نشغل عليه بنشوف شو هو، ماشي. لكن إلها تكنيز خارجي وتكنيز داخلي يا إخوان، تمام. وراح نسوي حلقة إن شاء الله، راح نعمل حلقة اللي هي كيف نفحص الفراغ وكيف نلاقي الفراغ وبعدين كيف نفحصه تكنيزي. راح تيجي 3 حلقات تقريبا. الحلقة الأولى راح تكون على فراغ، ماشي. احنا ما ضلش معنا وقت اليوم، لو عندنا وقت كان أخذنا الوقت اللي بدنا إياه. شوفوا المربع، لكن راح يكون في عندنا حلقة أولى عن الفراغ وكيف نلاقي الفراغ وكيف بنقدر نميز الفراغ، تمام، وكيف بنقدر نفحص على السياخ. أول إشي هاي الحلقة الأولى. الحلقة الثانية راح تكون عن التكنيز وكيف نقدر نلاقي إذا كانت المغارة فيها تكنيز أو لا. الحلقة الثالثة تحديد مكان والعمق و إلى آخره. شكرا لكم يا أخوان للمتابعة، تمام. سامحونا على رداءة الصورة بس الدنيا صارت ليل عشان هيك. شكرا لكم المتابعة، لا تنسونا من اللايكات والاشتراكات يا اخوان، واللي مش مشترك في الحلقة في القناة يشترك بالقناة يا اخوان عشان يستفيد ويشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاي. واهلا وسهلا بالجميع، وشكرا لكم المتابعة. 1000 لايك يا اخوان بدنا، بس 1000 بدناش كثير. شكرا شكرا.